إذا شخص أضمر في نيته أن يعمل معصية ويقول أنني سأعمل هذه المعصية ثم بعد ذلك أتوب، الأمر سهل، مجرد أعمل المعصية ثم أتوب بعدها والله يغفر لي. هذا يا أخوي موسى الله يعطيك العافية أفرط في جانب إيش الرجاء. المؤمن يكون بين الرجاء وبين الخوف، يتذكر أن آدم عليه السلام خرج من الجنة بذنب واحد، يعني كما قيل لا تنظر إلى ذات المعصية لكن انظر أنت من عصيت. أنت تحدي يعني لما تتحدث عن هذا الأمر فأنت تستشعر أنك عصيت جبار السماوات والأرض عز وجل، الذي خلقك وسواك وصورك في أي صورة ما شاء، ركبك سبحانه. فهنا الواحد يبدأ يوجل. ثم مسألة أني لا أنت تضمر المعصية تقول بعدين أتوب، هل ضمنت قبول هذه التوبة؟ وهل هذه التوبة التي بهذه الصورة التي يعني الإنسان يقول سأعمل، الشخص يقول سأعمل الزنا ثم أتوب، هل هذه التوبة يرجى لها قبول وهي بهذه الصورة؟ أليس من شروط قبول التوبة الندم؟ كيف أنك تندم وأنت أصلا مضمر الذنب ومضمر أنك تتوب بعدين إذا فعلت هذا الذنب؟ هذا لا شك له من التساهل، بل يتق الله الإنسان ويتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح، توبة من أنه قد نوى هذه المعصية ويستشعر نظر الله عز وجل إليه، ولا يجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه سبحانه وتعالى، يتوب ولا ينقاد إلى الشيطان، لأن الشيطان سيدخل عليك مداخل بهذا العمل، سيقول لك والله الآن انظر إلى الحرام وبعدها تتوب والتعب من الذنب كمن لا ذنب له، سيستمر يعطيك هذا الأمر، اليوم ذنب النظر حرام، بكرة غيبة، بعده عقوق، بعده وهكذا يلعب بك أعوذ بالله حتى تكون إيش قد وقعت في مصيدته ومحبلته، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى أن يسحبك نسأل الله العافية إلى النار نعوذ بالله. فالإنسان ينتبه، المؤمن كيس فطن، يحذر خطوات الشيطان، يحذر خطوات الشيطان، بل يتوب من حينه ولا يؤجل توبة. ثم آخر شيء يختم به، قد يأتي لك الموت وأنت في هذه المعصية أصلا، يعني قد يأتي لك الموت وأنت في هذه المعصية، يعني كيف أنك ضامن أنت نفسك أنك ستعيش إلى أن تتوب؟ فنتق الله نعوذ بالله، ويبعث المرء على ما كان عليه، فأعوذ بالله أن يبعث الإنسان على معصية من معاصي الله عز وجل. فالشاهد من هذا الحديث وإن أطلت لكن لأهمية هذا الأمر، علينا أن نستغفر الله عز وجل وأن نتوب إليه سبحانه وتعالى في كل حين، وأن لا نضمر التوبة ونؤجلها ونقترف المعاصي بحجة أننا سنتوب بعدها. وما أدراك كم والله من أحد قال سأتوب بعدها إذا كبرت، إذا تزوجت، إذا 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 إلى آخره، ثم الله المستعان فاجأه الموت أعوذ بالله وأصبحت تلك الأماني ذهبت، وأعوذ بالله بقيت تلك المعاصي مسجلة لم تمحى بتلك التوبة التي كان يرجوها ذلك الذي أجل. الله عز وجل يقول ليس بأمانيكم، ليس بالأمنيات، إذا أردت شيء فافعله وبادر إليه ولا تؤجله، والله المستعان.